السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجع لواحد السباق قديم وسباق تاريخي اللي كانت فيه محاولة تحطيم رقم قياسي العالمي ديال هشام قروج. السباق اللي جمع عدائين كبار مستوى عالي، عبد العاطي إيكيدر، توفيق مخلوفي، مو فرح، أصبر كيبروب، عدائين تمنهم اللي داروا أقل من حاجة ديال 33 في 1500، وهناك منهم من صنف ما بين العشر الأوائل في التاريخ من وراء السباق. أصبيل كيبروب عداء كيني قوي جدا، بطل أولمبي في بيجين 2008، ميدالية ذهبية. في السباق تم اعتماد على أرنبين حتى السرعة، باش بداو هي سرعة طالعة بزاف، عالية جدا ريتم طالع. وغادي نشوفو الباساج ديال 400 متر الأولى. مو فرح في المرتبة الرابعة، مو فرح أصلا عداء ديال 5000 و10000، وفي حد ذاته غيدير كرونو جيد في 1500. 400 الأولى في 53 ثانية 72 جزء من المئة، لحد الساعة هم أسرع من سباق القروج. 400 الأولى للقروج كانت في 55، أرنب الأول دار واحد الخدمة كبيرة جدا. ونشوفوا الباساج ديال 800 متر، دقيقة 50 37 جزء من المئة، ولحد الساعة هم أسرع من سباق القروج. طبعا الحال كان ضرب سباق القروج اللي حطهم فيه الرقم القياسي العالمي. الأرنب الثاني بدأ ينسحب قبل ما يكمل الدورة، بدأ عليه التعب أكثر من الارنب الاول، فربما اصبح كيبروب كون جروا الارنب حتى ل 1200 متر ربما كان يكون الرقم احسن، حيت الكروج راه جروا نوانغيني حتى ل 1200 متر. 1200 متر جوج دقائق 45 78 جزء من المئة، سريع ولحد الساعة هم أسرع من سباق الكروج. الكروج داز ل 1200 في جوج دقائق 46 34. الدورة الأخيرة الكروج دارها في سرعة كبيرة جدا، كان دار 300 متر، والأخيرة دارها في 39 ثانية، وماشي ساهل باش دير في 39 ثانية خصوصا بعد سباق سريع. تعب كبير بادي واضح على اسبيل كيبروب، غيزقل الرقم القياسي العالمي 3 دقائق 26 63 جزء من 100. محاولة كانت كبيرة جدا ولكن الرقم صعب جدا. اسبيل كيبروب كما قلنا بطل اولمبي، ولكن للاسف 2017 تم تحصيله عليه انه تيدير المنشطات من نوع ايبو، فقال بان لي زيشونتيون اللي خدوهم من عنده انهم شي واحد يكون تلعب بهم شوي. قال لهم لا، بان هذه الماده اللي لقيتو بان عادي تكون عندي، لانني انا كنتريني في المرتفعات وكنتريني واحد لونطرينمون انتونسيف، فكل هذه التبريرات ديالو لم تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي تم توقيفه 4 سنوات، واربع سنوات قاسيه جدا، خصوصا ان مسيره عداء في العاب القوى هي محصوره 4 سنوات، فهذا شيء كبير جدا. من قبل كانوا تعطيو سنتين فقط، الان 4 سنوات، يعني يحاولوا يقصحوا شويه العقوبه. فللأسف أنه يضيع في المسار الرياضي دياله للأسف، وسيرته أنه تقدم في السن. عبد العاطي إيكيدر يعني غيدير التاسع أحسن رقم في التاريخ في هذا السباق هذا. أصبر كيب بروب ثالث أحسن توقيت في التاريخ، الأول هشام قروج، الثاني هو برنار لاغات، والثالث هو أصبر كيب بروب. يعني 69 جزء من المئة اللي زايدة على هشام قروج، تقريبا العداء يقدر يجري فيها واحد 5 متر وحتى 6 متر. فالأول كان أصبر كيبروب، الثاني توفيق مخلوفي، والثالث هو عبد العاطي إيكيدر. شكرا لكم على تتبع الفيديو، إلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.